يستقبل الغزيون موسم الصيف ويستعدون للسباحة وقضاء ألطف الأوقات على كورنيش غزة، وبذلت كل الجهود لخلق بيئة نظيفة وآمنة وتوفير سبل الراحة للمواطنين أثناء الاستجمام. ويشهد قطاع غزة افتتاح مشاريع سياحية لتقديم خدمات متنوعة مع حلول فصل الصيف. أريج الجوة تجمل لنا صورة الوضع في غزة في التقرير التالي. أجواء صيفية مليئة بالفرح والحيوية، حيث يستثمر المواطن الإجازة الصيفية للتخلص من ضغط العمل ولقضاء أجمل الأوقات مع عائلته على شاطئ بحر مدينة غزة الذي يعتبر المتنفس الوحيد للمواطنين. وبدء الاستثمار على الكورنيش زاد ارتباطهم به للاستمتاع بهواء البحر النقي. طبعا احنا طالعين من الصباح انا وخواتي وبنات خواتي عشان يعني نعمل رحله على البحر بعد المدارس، وخلصنا طبعا مدارس والحمد لله لنا من الصبح يعني في مناطق كثيره لفينا في غزه كلها على البحر وانبسطنا. وطبعا تعرفين غزه يعني جمالها البحر، يعني كل الجمال في غزه في البحر ومنفس اهل غزه هو البحر، فعاده ما بنخلص مدارس وين نروح على البحر، فهو يعني زي ما انتم عارفين هو روح غزه البحر. بالنسبه لكورنيش انا عندي اياه حياتي الثانيه، يعني لانه هو السبيل الوحيد في الصيف بترزق عليه وباكل وبشرب من وراه وساتر بيتي من ورا شغلي على الكورنيش، تمام؟ لانه في الشتاء بكون انا في منطقه بعيده عن الكورنيش، بكون عند الجامعات، بكون في شوارع الصبره. في الصيف بضلنا على الكورنيش لمنتصف الليل، يعني طول ما في متنزهين على الكورنيش رايحين جايين متنزهين قاعدين، ما انت عارفه شو في الليل بتكون، بكون انا موجود يعني حتى لو كانوا للفجر بضلني موجود للفجر. اللهم صل على سيدنا محمد. الطفول نابت عند ابو زكريا. هو أصلاً البحر هو كل حاجة، كل حياة في الصيف هو الحياة، يعني انت عارفين بتقطع الكهرباء عندنا بكل قطاع غزة، فالناس بتلاقيهم زي هيك بسحبوا حالهم وبيطلعوا على البحر. أي بيت أي بيت تلاقيهم يومياً في البحر لما بتقطع الكهرباء. ما نعرفش نقعد في البيوت عشان فيش كهرباء، فيش هوايات، فيش مراوح، فيش مكيفات، فبنطلع للهواء هان على البحر. والله بشكل خاص انا الي هو الكورنيش باب مرزق المترزق منه، فتح كافيتيريا صغيره بيجوا الناس وبنبيع ظرفيه وحاجات سخنه الموجود يعني حسب الطلب للزبون الموجود. بالنسبه للناس طبعا متنفس كثير للناس، يعني جزء كبير منه بيجوا عن بقوا زمان دائما على البحر، دائما على البحر على البحر، فلما اشتغلوا المشروع هذا الناس اجت يعني بشكل كبير عليه، وما تنفس الناس تقعد فيه حتى أطفال بيلعبوا وهذا تمشي الأمور. بالنسبة للبحر من وإحنا صغار هو يعني الحاجة الوحيدة اللي كان نستنى نخلص مدارس عشان ياخذونا أهالينا وإحنا صغار رحلة على البحر. طبعا تعرف الزمان ما كانتش هالمواصلات وما، فكانوا ياخذونا ونشيل أكلنا وكله نشيله كليتنا الصغار والكبار، كل واحد شايل أكله جايين من أماكن يعني كتير بغزة وماخذينها مشي حتى على البحر، من كتر ما إحنا فرحانين ما نحس قديش الطريق بعيدة. وكنا نقضي كل اليوم على البحر نعمل أكل إحنا والله يرحمهم أهالينا وعمامنا وإخواننا، وكان نطلع جماعات يعني تحس الناس وهي طالعة من المخيمات ورايحة على البحر أفواج أفواج رايحين.
والله احنا بدنا نطلع على البحر يعني من الصبح، انت عارفه بنجيب الفطور بنجيب الغداء بنجيب الشوي دجاج حسب كل واحد وقدرته، يعني مش انه في ناس يعني احنا اليوم مثلا اقول لك جبت بطاطا وبدنجان وبندوره، عايشه اني اشتري وجبات واجيب هذا وتغدينا هان غدا على السريع يعني. احيانا لما بدي اروح لي يعني مره اقول لك الصيف كله بناخذهم كلهم، بناخذ نعمل شوي بنعمل مقلوبه بنعمل الاكله الكبيره يعني بدها تخسرنا يعني، اما مش كل يوم مش كل يوم لا، هان ايش مكان يعني.